وهذا كما قلت ليس جديدا هذا قديم هذه الممارسات معهودة وموثقة ومكتوبة الآن عندنا من المراجع المعاصرين الله يطول بعمره السيد صادق الروحاني مثلا سيد صادق الروحاني في زمان خميني ومن يعرفه يعرفه وهذا الأمر لعله حتى مدون لعله في بعض يعني الكتيبات التي غطت تلك الحقبة الإذاعة الفرنسية لعلها مونت كارلو يمكن كانت أي هي عندها خدمة باللغة الفارسية فاتصلت على المرجع المرجع الروحاني في زمان خميني وسألته عن رأيه في ولاية الفقيه فقال أنا لا أوافق هاي ولاية الفقيه التي يدعو لها خميني أنا لا أوافقها عندي فيها يعني نظر رأي رجل مجتهد مرجع له رأيه في ذلك مسألة ولاية الفقيه بالنسبة للنظام جدا حساسة لأنها التي يقوم عليها النظام يعني هاي نظرية الحكم مثل نظرية حزب البعث فإذا واحد يشكك في النظرية نظرية الحزب الحاكم إنزين الحزب الحاكم لا يتحمل ذلك يعني يقمع عادة هكذا يصنع في الدول الاستبدادية والقمعية فلذلك تجدون جدا يتحسسون من قضية ولاية الفقيه والتشكيك فيها فلذا ماذا حصل بعدما قال هذه الكلمة في الإذاعة هذه مونتي كارلو خامنئي بعث جمعا من وحوشه اقتحموا بيت المرجع الروحاني وهو شو أنا أقول هذا الكلام على الهواء أقوله والمرجع حي حتى لا يقال إني مثلا أختلق قصة يستطيع أي شخص أن يذهب ويسأله إن كان المرجع قادرا على أن يبوح له يعني المقربون اسألوهم يعرفون هذه القضية وكما قلت يعني قضية مشهورة ومعروفة اقتحموا عليه بيته واقتحموا حتى على نسائه وبناته وكنا بلا حجاب لأن الأمر كان بغتة وجاءوا بهن أمامه عنوة وصوبوا السلاح على رأسه وقالوا له هل تريد الآن أنا أستحي أن أقول هذه الكلمة وأظن ربما هي تجرح المرجع لكن لا بد من قولها قالوا له هل تريد الآن أن نفعل بهن أمامك حتى مرة أخرى لا تفكر بأن تقول قولا مخالفا لرأي الخميني فقط ممنوع كأن قول الخميني قرآن من الله تعالى ما لك حق حتى تعارض في شيء أين حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أين حكم أمير المؤمنين أين حكم الأئمة الطاهرين